الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل تفضل على عباده بألوان من الطاعات وصنوف من الهبات، فلا يزال الخلق في نعم من الله تترى، وما بكم من نعمة فمن الله. وأجل ما ينعم الله تعالى به على العبد وأعلى ما يتفضل به عليه أن يشرح صدره للهداية، وأن يمن عليه بالاستقامة، وأن يستعمله فيما يحب ويرضى من القول والعمل، فإن ذلك هو أكمل ما ينعم الله تعالى به على العبد ويتفضل عليه به. ولذلك سمى الله تعالى هذه النعمة، نعمة الهداية، بسمة واسم يتميز عن سائر ما أنعم به على عباده. إن الله تعالى وصفها وسماها منة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. فجدير بالمؤمن أن يعرف قدر هذه النعمة التي هي أجل ما يتفضل الله تعالى به على الناس، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الاستقامة والهداية والصلاح وشرح الصدر فإنه لا يكون إلا لأولياء الله الذين اصطفاهم وخصهم، وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين، وهو سبحانه وبحمده أعلم حيث يجعل رسالته، وهو اصطفاء من الله واختيار. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالهداية اصطفاء من الله عز وجل واختيار، ينبغي للعبد إذا وفق إلى شيء من ذلك أن يستشعر عظيم منة الله عليه وكبير فضله عليه، فإن ذلك من أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد. ولذلك كانت الاستقامة منية لكل الخلق، وأمر الله تعالى بها سيد الورى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة منية ومطلب لكل من أراد النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن يحقق الإنسان سعادة ولا نجاحا ولا برا ولا هدى ولا طمأنينة ولا سكن ولا سعادة ولا فوز إلا بأن يشرح الله صدره للإسلام، وأن يشرح الله صدره للطاعة، وأن يستعمله جل في علاه فيما يحب ويرضى. وإن الله تعالى من فضله نوع على العبادات لسالك سبيله ومن أراد التقرب إليه، فلم يجعل العبادات في صورة واحدة ولا في طريق واحد يسلكه جميع الخلق، بل جعل سبحانه وبحمده بحكمته فرائض، وجعل جل في علاه بعد الفرائض وهي متنوعة نوافل ومستحبات، وحث العباد على المبادرة إلى هذا وذاك، ووعدهم
على تحقيق ذلك والعمل به أجرا عاجلا وآجلا. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا تعرف عظيم مكانة من كان لله وليا، فإن الله تعالى يغضب لعباده ويحميهم ويدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: من آذى لي وليا، بأي صورة من الأذى، سواء كان أذى قوليا أو أذى حسيا بدنيا أو أذى معنويا، بكل أوجه الأذى، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا كيف تبلغ هذه المنزلة؟ كيف يكون الإنسان لله وليا؟ جاء ذلك في القرآن والسنة بيانا وإيضاحا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث: من آذى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال سبحانه في بيان طريق تحصيل الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالطريق الأول والسبيل الأول الذي يدرك به الإنسان الولاية أن يقوم بالفرائض وأن يجد فيما فرض الله تعالى عليه، سواء كان ذلك في الفرائض المشتركة لكل المسلمين كالصلاة والصوم والحج، أو الفرائض التي تخصه إن كان صاحب مال ففي زكاته، ففي زكاة ماله، وإن كان صاحب قوة فبما فرض الله عليه في قوته، وإن كان له والدان فببر والديه، وهلم جر. فأحب ما تقرب به العبد إلى ربه أن يتقرب إليه بفعل ما فرض عليه، سواء كان ذلك في حقه الفرائض التي له أو الفرائض التي فرضها جل وعلا في إقامة حقوق الخلق وإصلاح ما بينهم. بعد الفرائض: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بمستحبات الأعمال وأنواع القربات والطاعات، لا يزال، تفيد الدوام والاستمرار وليس الانقطاع أو أن يكون ذلك عارضا في مسيرته إلى ربه، بل على وجه الدوام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هذه منزلة في غاية السمو. إذا أحبك الله فأنت له ولي، تدخل فيما ذكر في أول الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن الولاية تقتضي معنيين: تقتضي المحبة وتقتضي النصرة، تقتضي محبة من اتخذه الله وليا، وتقتضي نصرته جل في علاه لمن اتخذه وليا. فبين الله تعالى طريقة تحصيل الولاية: فعل الفرائض وأداء الواجبات والمبادرة إلى ما طلبه الله تعالى من العبد. الثاني: الاستزادة بألوان القربات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بشتى صورها وأنواعها وألوانها حتى أحبه، إلى أن يبلغ هذه الغاية. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معية إلهية ربانية خاصة بمن كانت هذه حاله. ومعية الله الخاصة هي المقتضية لكل بر وإحسان، فإن الله تعالى ذكر معيته في كتابه لبعض عباده، إما بالشخص وإما بالوصف. وهذه المعية غير معية الله عز وجل لخلقه، فمعيته لجميع خلقه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية معية عامة لكل الخلق، تقتضي
إحاطته بهم وعلمه بما يكون منهم وجميع معاني الربوبية، يدبر أمورهم ويقضي شؤونهم، فهو معهم جل وعلا بمقتضيات الربوبية سبحانه وبحمده، وهي لكل الخلق. لكن ثمة معية خاصة بأوليائه وعباده، وهذه ذكرها الله لشخصين، لأشخاص معينين في الكتاب وأشخاص موصوفين. أما المعينون فهم أربعة الذين ذكر الله معيتهم له في كتابه: موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صاحبه. لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما ذكر الله معية خاصة بأشخاص في كتابه إلا لهؤلاء الأربعة، وبه يعرف فضيلة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث إن الله أثبت معية له مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ببركة صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإجماع منعقد، لا خلاف بين أهل العلم أن المقصود بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيا خيبة أولئك الذين يطعنون فيه أو ينالون منه أو يتنقصون من شأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد بلغ هذه المنزلة السامية التي لم يبلغها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المنزلة الأولى إثبات صحبته، لم يثبت في الكتاب صحبة لأحد إلا لأبي بكر. ما في القرآن دليل على أن فلانا صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فلانا صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من خبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ يقول لصاحبه. والثاني أن الله أثبت له معية خاصة مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا بلوغ منزلة سامية عالية رفيعة لم يبلغها إلا أفراد، وهم الذين ذكرنا في كتابه. أما المعية التي ذكرها الله تعالى لأصحاب أوصاف فهي كثيرة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وما أشبه ذلك من المعية التي علقت بأوصاف من قام في هذا الوصف نال هذا الفضل. فقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، دليل على المعية. وهذه المعية تفيد فائدتين: الفائدة الأولى التسديد، عفوا، الفائدة الأولى الحفظ، فيحفظ في سمعه، يحفظ في بصره، يحفظ في تعاملاته، يحفظ في تنقلاته. والحفظ هنا الحفظ من الشرور، والحفظ مما يغضب الله عز وجل، فيسدد ويحفظ. أما المعنى الثاني فهو الإعانة والتوفيق والهداية لما يحبه جل في علاه، فإن من كان الله معه أعانه وأيده ونصره وفتح له من الأبواب ما يدرك به كل ما يؤمل من الخيرات والصالحات. فالمعية ليست فقط حفظاً من المعاصي والسيئات، بل إعانة على الطاعة والإحسان والتوفيق إلى صالح الأعمال. ثم الناس في دنياهم إما يخافون من شيء ينزل بهم، أو يرغبون شيئا يسعون لتحصيله. هذا هموم بني آدم تدور على هذين الأمرين: أشياء يريدون إدراكها وتحصيلها، وأشياء يخافون منها يريدون السلامة منها، وكلاهما مضمون لمن كان لله وليا. أما إدراك المطالب: ولئن استنصرني لأنصرنه. إذا طلب هذا نصرة الله في أمر، حقق الله له النصرة وأدرك المطلوب. ولئن استعاذني، هذا في المطالب، الاستنصار في التحصيل للمحبوبات. ولئن استعاذني، أي وإذا طلب حمايتي، فالاستعاذة طلب حماية وصيانة. ولئن استعاذني لأعيذنه، لأحمينه، ولأعصمنه، وهذا إنما يكون في المكروهات والمخوفات. وبهذا تتم النعمة لأولياء الله. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. نعمة عظيمة
من بلغ هذه المنزلة فقد فاز فوزا عظيما وسبق سبقا كبيرا. أن يسابق لله بفعل الطاعات الواجبة والاستكثار من نوافل العبادات بشتى صورها. اتق النار ولو بشق تمرة. شق التمرة، هذا التمر الذي نأكله، شقه هو جزءه أدنى ما يكون من جزءه، ينفعك عند الله عز وجل. إذا قسمت التمرة وأعطيت أحد شقا منها فقد اتقيت النار بهذا الشق، جعلت بينك وبين النار وقاية. فكيف بمن زاد في الفضل والإحسان والعطاء وسائر ألوان الخيرات؟ بالتأكيد أنه سيجعل بينه وبين النار حجابا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم أزمنة تكون فيها الطاعات محلا للنشاط والهمة والزيادة، والعبد ينبغي أن يكون على هذه السيرة في عبوديته لله في كل أحواله وفي كل أزمانه، لا ينقطع في ذلك عن زمان من الأزمان. لكن طبيعة الإنسان ينشط ويكسل، فاحتاج إلى أن يعان بمثل مواسم البر والخير التي يكون فيها النشاط أكبر والإقبال أقرب والبذل أيسر والنفوس أكثر إقبالاً وحرصاً على الخير. وهذا من فضل الله على عباده. ومن ذلك هذا الموسم المبارك، موسم رمضان على وجه الإجمال هو من خير المواسم، ليله ونهاره جميع لحظاته لحظات بر وخير، عطاء وهبات وألوان من القربات. فنهاره من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وليله من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فعم الفضل والعطاء وجزيل الإحسان ليل الشهر ونهاره، وذاك فضل المنان الكريم الذي يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسابقاً إلى كل بر وخير في كل زمانه، لم يخلو عن هذه السمة زمن من الأزمان. ولذلك قال لأصحابه كما في الصحيحين من حديث جابر: أما إني لأتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال مرة: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كذلك، ولذلك بلغ من المنزلة والمكانة أرفع المنازل وأعلى المقامات لعظيم ما كان معه من تحقيق العبودية لله عز وجل سبحانه وبحمده. ومما يظهر حاله صلى الله عليه وسلم في العبودية وأنها لم تكن عبودية طارئة ولا في زمن دون زمن، ما أخبر به اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة زوجه تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر أي تتشقق قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. فكانت تقول له: أتصنع هذا، يعني الذي نراه من الجد والاجتهاد في العبادة والتحمل والمعاناة، وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال في ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل على محمد. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أو ليصلي من الليل حتى ترم ساقاه أو قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له في ذلك: أي لم تحمل نفسك هذا العناء والتعب، صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولا تظن أن هذه الأحاديث مبالغة في وصف حاله، بل تفصيل ذلك فيما نقل من صفة قيامه
صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة لما سئلت عن صلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهي صلاة طويلة وحسنة وخاشعة وفي غاية الإتقان في قيامها وركوعها وسجودها وسائر حركاتها وسكناتها. ولقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة، حتى إن حذيفة صلى معه ولم يكن هذا في رمضان. انتبه، هذا الخبر ليس لصلاة في رمضان، إنما لصلاة صلاها حذيفة بن اليمان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي. قال فافتتح سورة البقرة، فظننت أنه يقف على المئة، يركع على المئة، فأتمها وافتتح النساء، فقلت يركع بها فأتمها، ثم افتتح آل عمران فأتمها. قرأ ثلاث سور من السور الطوال، هي في حساب الأجزاء اليوم خمسة أجزاء وشيء، خمسة أجزاء وشيء في ركعة واحدة. الآن يعني كثير من الناس قد يتململ من قيام إمامه، مع أن الأئمة لا يقومون في غالب الأحوال بأكثر من وجه، صفحة واحدة التي تمثل واحد من عشرين، لأن الجزء عشرون صفحة تقريبا، ويقوم بصفحة واحدة في ركعة، ويجد في نفسه شيئا من المعاناة. وهذا حال سيد الورى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، يقرأ هذه السور الطوال. وفي حديث ابن مسعود يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأتركه، أن أقعد وأتركه قائما، يعني في صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ويفسر معنى قول عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أعبد الناس سيد الورى صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، لكن إذا جاءت مواسم البر وأزمنة الخير لم يكن متكاسلا متراخيا، بل شمر وجد مع المجدين في طلب ما عند رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أنه صلى الله عليه وسلم لا يترك باب بر إلا ويسابق إليه ويقول لأصحابه، كما جاء ذلك في خبر غزوة بدر. كان الصحابة يتعاقبون على ثلاثة على بعير واحد في غزوة بدر، ما كان عندهم إلا 70 بعيرا، فكانوا يتعاقبون عليهم وهم 300 وزيادة، فكان النبي يتعاقب مع ثلاثة من أصحابه على بعير واحد، فكانوا يقولون له نمشي وتركب يا رسول الله، فيقول لستم أقوى على المشي مني، ولست، انتبه هنا الشاهد، ولست بأغنى عن الأجر منكم. اللهم صل على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. يقول لست بأغنى عن الأجر منكم، يعني كما أنكم تريدون الأجر فأريده أنا كذلك. فكان ينزل سيد الورى ويمشي وبعض أصحابه يركبون عقبة على بعير واحد رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم على رسول الله. الحرص على البر في سيرته مظهر عجيب مع عظيم ما كان عليه من المنزلة عند رب العالمين، لكن من عرف قدر ربه هان عليه في سبيل ذلك، في سبيل القرب منه وحصول رضاه، كل عسير وصعب، وتحمل في ذلك المشاقة كلها ليبلغ رضا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل زمانه، كما يقول عبد الله بن عباس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ففي رمضان يزيد جوده، لأنه موسم الجود والبر والخير، والجود هنا شامل لكل أوجه الإحسان والخير، سواء كان جودا ماليا أو جودا
عمليا أو جودا قوليا، يشمل كل ذلك بلا استثناء. كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جوده صلوات الله وسلامه عليه يزيد في هذا الشهر، فليس على مستوى واحد، بل كان في العشر الأواخر من شديدة المسارع إلى ربه جادا في طلب فضله، متفرغا لاستقبال الهبات والعطايا والرحمات التي تتنزل على أولياء الله وعباده الصالحين. الطاعات يا إخوان تستجلب الرحمة، ويدرك الإنسان بالطاعة رحمة عظيمة قد لا يشعر بها من لا يتقن العبادة. فكلما أتقنت العبادة وجدت من الرحمات والعطايا والهبات ما لا يمكن أن يدركه بيان وصفا وشرحا. سماع القرآن وهو عبادة من العبادات، يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن إيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا إيش؟ لعلكم ترحمون. كذلك إذا وقفت أنت في صلاتك بين يدي ربك فأنت تتنزل عليك رحمات من الله عز وجل. كل طاعة يقبل عليها العبد يدرك بها من الرحمات بقدر إتقانه لها وإخلاصه فيها ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وجريه على سنته. كل عبادة، صوم، صلاة، زكاة، حج، بر الوالدين، إحسان إلى الخلق، كله يستدرك به الإنسان خيرات وتتنزل به عليه رحمات تشرح صدره وتتولى قضاء حاجته. هذه الرحمات والفيوض التي يفيض الله تعالى بها على عباده شيء لا يوصف، لا يوصف ولا يمكن أن يحصل إلا بطاعة الله عز وجل، ولا ثمن لها يبذل فتحصل إلا صدق النية وإخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، والعشر المقصود بها العشر الأواخر من رمضان، شد المئزر وجد وأحيا ليلة وأيقظ أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العشر تبتدئ من غروب شمس يوم العشرين، من غروب شمس يوم العشرين من رمضان تبتدئ العشر الأواخر من رمضان، فليلة 21 هي من ليالي العشر الأخير من رمضان، وتنتهي العشر إما برؤية هلال العيد هلال شوال، وإما بإتمام العدة بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يوم 30، بهذين تنتهي العشر، فهي برهة ومدة محدودة بداية ونهاية، بدايتها غروب شمس يوم 20 ومنتهاها إعلان رؤية الهلال أو إتمام العدة وإكمالها بغروب شمس يوم 30 من رمضان. هذه هي العشر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها ويجتهد. هذه الفترة المباركة والزمن الفاضل هو من خير أيام الزمان، ففيها خير ليالي العمر، فيها ليلة القدر التي نوه الله تعالى بذكرها وبين عظيم منزلتها. ليلة القدر هي ليلة من الليالي، من ليالي العشر في قول جماهير علماء الأمة، وهي ليلة في أحد هذه الليالي العشر على حد سواء من حيث الأصل، لكن هي ترجى في ليالي أكثر من ليالي، وإن كانت العشر كلها محلا لتحري ليلة القدر، لكن الأوتار منها أرجى وأحرى في حصول الفضل. لما كانت هذه العشر محلا لهذا الفضل العظيم، وهو هذه الليلة الجزيلة العظيمة كثيرة الخيرات كثيرة البركات، كان قد شرع الله تعالى في هذه العشر من الأعمال والمشروعات والتقربات ما ليس في سائر أيام العمر، كل ذلك اجتهادا في إدراك الفضائل وعملا بالصالحات في
خاتمة هذا الشهر المبارك. والجد والاجتهاد في هذه الأيام هو في العشر كلها في ليلها، وهو الآكد اجتهادا وكذلك في نهارها، لكن في كل الليالي هي موضع للجد، هو في كل الأيام أيام العشر وأوقات العشر موضع للجد والاجتهاد. ولذلك العبادة النبوية لم تقتصر على ليل العشر، بل كانت في ليل العشر ونهاره، إذانا بأن العشرة كلها محل لكسب الحسنات والجد في إدراك الفضائل والهبات والعطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة كلها، لم يكن يقتصر في اعتكافه على الليل، بل يعتكف العشرة الأواخر من رمضان كلها. وهذا يدل على أن الفضائل في كل هذا الزمان. إذا عرفنا ذلك أن العشرة كلها محل للجد والاجتهاد والسعي في صالح العمل، نحتاج إلى أن نقف مع هذه الأيام بسؤال: ما هي الأعمال المشروعة للمؤمن في هذه الأيام التي يجد فيها ويجتهد؟ في أول حديثنا قلنا إن الأيام العشر، قلنا إن التقرب إلى الله تعالى يكون بطريقين: الطريق الأول فعل الواجبات، فعل الواجبات، والطريق الثاني التزود بالحسنات والاستزادة من الصالحات والتطوعات. كذلك هذا الزمان التقرب إلى الله يكون بالأمرين: في العشر الأواخر من رمضان احرص على أن تتقرب إلى الله بما فرض إليك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. انتبه لهذا المعنى، لأن بعض الناس يظن أن العشر الأواخر محل التزود فقط بالقيام أو بتطوعات من الأعمال، ويغفل عن الفرائض والواجبات، في حين أن أحب ما تتقرب إلى الله تعالى به في العشر الأواخر من رمضان بالدرجة الأولى فعل الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه هي المرتبة الثانية. ففتش نفسك في الفروض والواجبات، سواء كانت في الصلاة أو كان ذلك في الزكاة أو كان ذلك في سائر حقوق الله الواجبة، احرص على أن تؤدي ذلك على الوجه الذي يرضاه الله تعالى عنك، الذي يرضى الله تعالى به عنك، احرص على ذلك. ففتش نفسك في الواجبات. هؤلاء الذين ينامون عن الفروض، عن فروض الصلوات، أو يفرطون فيها، أو لا يؤدونها على الوجه الكامل، يقصرون في باب عظيم من أبواب التقرب إلى الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان. فاحرص على كل واجب وبادر إليه وتقرب إلى الله تعالى بفعله. أما بعد ذلك فثمة تطوعات مشروعة. الأصل أن كل قربة في هذا الزمان هي من العمل الصالح الذي يؤجر عليه الإنسان دون تحديد. ولهذا فسر قوله تعالى في ليلة القدر، قال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الطبري في أرجح أقوال أهل العلم في تفسير خير من ألف شهر أن العمل في ليلة القدر، العمل الصالح في ليلة القدر خير منه في ألف شهر. وهذا ندب إلى كل عمل صالح، وليس مقصورا على عمل صالح بعينه. الفرائض منه والتطوعات هي خير من ألف شهر. وبالتالي إذا ندبنا الله في هذه الليلة إلى كل صالحة، فلنجد في كل صالحة في هذه الأيام الصالحة وهذه الأيام المباركة. لكن ثمة أعمال ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، فهي تتميز عن سائر العمل الصالح بأن الله أذن لرسوله أن يفعلها، ففعلها رسول الله. ولقد كان وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نتأسى به في فعلها حسب طاقة الإنسان وحسب جهده.
المعنى العام هو أن تجد في كل عمل صالح في هذه العشر، فإن النبي كان يشد المئزر ويحيي ليلة شد المئزر في العشر كلها. انتبه. طيب خص الليل بماذا؟ خص الليل بإحيائه، أي بعمارته بالطاعة والإحسان في لحظاته كلها. ومن ذلك ومن أوجه الإحسان التعاون على البر والتقوى، وأيقظ أهله، أيقظ أهله ليأخذوا من هذه الأيام وهذه الليالي، وليأخذوا من هذه الليالي ما فيها من الفضائل بما فتح الله تعالى عليهم فيها. إذن هذا العمل الأول، الجد في العمل الصالح كله، ليله ونهاره، وفي الليل على وجه الخصوص إحياء الليل، إحياء الليل بعمارة الليل بطاعة الله عز وجل. ما المشروع أيضا من الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان؟ من المشروع الاعتكاف، وهو من الأعمال التي أدامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض الله عليه الصوم. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، أي للاشتغال بطاعة الله. يلزم مسجد مشتغلا في هذا المسجد بطاعة الله وذكره وسائر ما يكون في المساجد من الأعمال الصالحة. ومبدأ الاعتكاف المسنون الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من ليلة 21 إلى نهاية الشهر. فمن أراد اعتكاف العشر الأواخر المسنون فليدخل من قبل غروب شمس يوم 20، ولا يخرج من معتكفه إلا بنهاية رمضان، إما بإعلان رؤية الهلال وإما بكمال العدة بغروب شمس يوم 30 من رمضان. هذا هو الاعتكاف الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذه السنة ثابتة عنه، وقد واظب عليها صلى الله عليه وسلم، حتى إن الزهري عجب من انصراف الناس عن سنة الاعتكاف مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاعتكاف عبادة غرضها وغايتها ومقصودها الخلوة بالله في بيت من بيوته، يقبل الإنسان فيها على نفسه بإصلاحها، على قلبه بتفقد مواطن الخلل فيه، ينزل حوائجه بالله، يذكره، يناجيه، يبث إليه شكواه. هذه هي الغاية والمقصود، وليس الغرض فقط أن يحبس نفسه في المعتكف ويشتغل بغير ذلك من الأعمال والانشغالات. المقصود الخلوة بالله وجمعية القلب عليه سبحانه وبحمده. هذه العبادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر كلها. ومما يشرع في العشر كلها القيام امتدادا لقيام رمضان، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك العشر الأواخر من رمضان، فإن القيام في العشر الأواخر من رمضان آكد ما يكون مما ينبغي طلبه في القيام في ليالي رمضان. والسبب أن العشر الأواخر في رمضان فيها ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الذنوب التي على الكواهل والظهور حطها بقيام ليلة إيمانا واحتسابا واجتهاد في طلب مرضاة الله عز وجل في تلك الليلة، فإنه يوجب العطاء الجزيل والأجر العظيم. وليلة القدر سميت بهذا الاسم لعلو منزلتها ورفعة قدرها، وسميت بهذا الاسم لأنها تضيق بما فيها من الملائكة، كما قال الله تعالى: تنزل
وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فقل تضيق، ولذلك سميت قدر لضيقها بما فيها من الملائكة، هكذا قيل. وقيل في سبب تسميتها بليلة القدر أنها الليلة التي يقضي الله تعالى فيها القضاء الحولي، التقدير السنوي يكون في ليلة القدر. قال الله تعالى: فيها يفرق، أي يحكم ويقضى، كل أمر حكيم يقضيه الله جل وعلا. فالأقضية التي يقضيها الله تعالى ويقدرها على مراتب ودرجات: قضاء أزلي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، فما من شيء إلا بقضاء وقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما من شيء يقع في الكون إلا سبق به علم الله، وسبق كتابته في اللوح المحفوظ، وأن الله شاءه فما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه خلق لله، الله خالق كل شيء سبحانه وبحمده. ثم تقدير عمري بالنسبة لبني آدم، وهو عند نفخ الروح فيهم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وهذا التقدير العمري. ثمة تقدير حولي يعني سنوي لبني آدم، وهو ما يكون في ليلة القدر الذي قال الله تعالى فيه: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير يومي، وهو ما أشار إليه قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده، يخفض ويرفع، يعافي ويمرض، يغني ويفقر، كل ذلك من قضائه سبحانه وبحمده الذي دل عليه كتابه جل في علاه. فليلة القدر سميت بهذا الاسم لأنه يقدر فيها ما يكون في العام المقبل من أقضية وحوادث، هذا ما يتصل بالتسمية. ولذلك كانت هذه الليلة على هذه المكانة والمنزلة، والعبادة فيها خير من ألف شهر، كما قال الله جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأشبه الأقوال في معناها أن العمل في ليلة القدر خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، في خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولذلك من الأعمال المشروعة في هذه الليالي العشر تحري ليلة القدر، تحريها أي طلبها والجد في الفوز بما فيها من هبات وعطايا، وهباتها وعطاياها في كل الأعمال الصالحة. وأعلى ما يكون من عمل صالح في ليلة القدر القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام يحصل بصلاة الليل مع الأئمة أو منفردا بما يفتح الله تعالى عليه من الصلاة فيها، فإن الأجر مرتب على القيام مطلقا سواء كان في جماعة أو منفردا، وبكل ما يسمى قياما، والناس في ذلك متفاوتون. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى متحريا ليلة القدر إلى ثلث الليل وإلى شطر الليل والليل كله، فورد عنه العمل بصوره كلها. ولذلك لا يلزم في إحياء الليالي وتحري ليلة القدر أن يصلي كل الليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم في تحريه لليلة القدر وصلاته في العشر الأواخر كان على هذه الأنحاء، كما جاء ذلك فيما رواه أبو ذر عند النسائي وعند أصحاب السنن وأحمد، قال رضي الله تعالى عنه: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبعة ليال فقام بنا شطر الليل، ولم يقم السادسة، ثم قام بنا الخامسة ليلة 25 شطر الليل إلى نصف الليل، ثم قال له أصحابه: هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
فقيام الليل يحصل بالصلاة مع الإمام ولو كان في جزء من الليل. ولم يقم بنا الرابعة، ثم قام بنا في الثالثة حتى خشينا الفلاح، خشينا أن يذهب علينا السحور، يعني طال قيامه وهي ليلة 27، حتى خشي الصحابة أن لا يدركوا الفلاح. فقيام الليل في العشر الأواخر من رمضان متفاوت. طيب أحيا ليله، إذا كان قام إلى ثلث الليل في ليلة وشطر الليل في ليلة أخرى، كيف يكون أحيا ليلة؟ أحيا ليلة بالعمل الصالح، بالقيام وبقراءة القرآن وبالذكر وبالدعاء وبغير ذلك من صالح الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في رمضان كل ليلة، يدارس جبريل القرآن كل ليلة من ليالي الشهر. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارس جبريل القرآن مرتين، عرض القرآن عليه مرتين، يعني ختمتين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالليل لا يلزم فقط أن يقضى بالصلاة، حتى يقول قال طيب إذا انتهت الصلاة كيف نحيي الليل؟ تحيي الليل بالذكر، بقراءة القرآن، بقراءة التفسير، بالتسبيح، بالدعاء. ومما يشغل به زمن هذه الليالي المباركة تلاوة القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن إما منفردا وإما مدارسة، فإن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. وتأثير هذه المدارسة هو ما كان من زيادة جوده، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن صلى الله عليه وسلم. فمما يشرع في هذه الليالي قراءة القرآن ومدارسته. ومن العمل الصالح الذي تملأ به هذه الليالي ويشغل الوقت بها الدعاء، فإن للدعاء منزلة عظيمة ليست لسائر أنواع العمل. ولهذا سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، يعني في أي وقت تكون، ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فوجهها إلى الدعاء. فدل ذلك على أن من أوجه التقرب إلى الله في ليلة في هذه الليالي المباركة أن يكثر الإنسان من الدعاء، لا سيما هذا الدعاء على وجه الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه عائشة حيث قال لها لما سألت ما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فلا يزال لسانك رطبا بهذا الدعاء. واقرن به أجمع الأدعية للخير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الأعمال الصالحة التي يشغل الإنسان بها العشرة كلها والليل منها على وجه الخصوص الإحسان إلى الخلق بكل أوجه الإحسان، ومنه الإحسان المالي لمن كان مطيقا، أو الإحسان البدني بالإعانة والتوجيه إلى الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله وهذا أمر بالمعروف. فينبغي للإنسان أن يبذل ويحسن ويتقرب إلى الله تعالى في هذه الليالي راجيا ما عنده، فهي هبات وعطايا ومنح من الكريم المنان جل في علاه، فتعرض لمنحه وهباته بأخذ الأسباب. والعبد إذا صدق لن يخيب، إذا صدق في إقباله مع الله لن يخيبه الله، الله أكرم من أن يرد عبدا صدق في إقباله عليه، فهو أكرم الأكرمين جل في علاه، وهو سبحانه وبحمد الرؤوف الرحيم، وهو جل وعلا الذي لا ينقص ما عنده نفقة وعطاء. فإذا كان أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء وأجود الأجودين وهو على كل شيء قدير، فخائب وخاسر من لم يقصده وينزل به حاجته سبحانه وبحمده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه بطلب وسؤال ثم يردهما صفرا، يعني خاليتين ما فيهم شيء. الآن لو تعرضت لكبير من أصحاب الجاه أو المال أو
في الغالب ما يردون، في الغالب ما يردون، يعطي أي شيء ولو شيء يسير. الله أكرم الأكرمين، جوده لا حد له، وما يعطيه عباده لا نقص، لا ينقص ما عنده سبحانه وبحمده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد، تخيل هذا الجمع العظيم، الخلق كلهم من الإنس والجن على صعيد واحد، وسألني كل واحد مسألته، ومسألته ما هو يعني وحده، يعني ما يريد من المسائل وما يتمنى من العطايا، وأعطيت كل واحد مسألته، لبى حاجة كل أحد وأعطى كل أحد ما يسأل، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، سبحانه وبحمده. من عرف عظم قدر ربه ما ملك إلا أن يجد في الإقبال عليه والاجتهاد في التعرض لفضله. تعرض لفضل الله وانتظر عطاءه، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، سل الله وأنت ممتلئ القلب بأنك سألت الملك الذي تقضى به الحوائج. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي، ومن دعا الله فلن يخيب. يقول يا عبادي تعالى، يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا يخلف الميعاد. سبحانه وبحمده لا يخلف وعده، ولا يهزم جنده، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني صاحب الغنى ما يغنيه ما عنده، لأنه مهما كان في يده إذا لم يقدر الله انتفاعه مما في يده فلن ينتفع. ولذلك لا يغتر الإنسان بما معه، فما معك إذا قدر الله أن لا ينفعك، إذا قدر الله أن لا يصل إليك نفعه فلن يصل إليك نفعه. ولذلك تجد الإنسان مثلا من أغنياء الدنيا وعنده كل شيء، وتقدم له سفرة مليئة بأصناف الطعام لكن ما يستطيع يأكل، عنده سكر وعنده ضغط وعنده هذا كل شيء عنده لكن ما يقدر، وقد يأكل ولا ينتفع. ولذلك سل الله وأحسن في الإقبال عليه، وأبشر فإن الله سيعطيك حتى لو حرمك شيئا بمرض أو نحو ذلك كان أجرا لك إذا احتسبت. فينبغي للمؤمن أن يجد ويجتهد في التعرض لفضل الله. ونحن يا إخواني نستقبل عشر، وهذه العشر كنوز من الخير والبر والعطايا، ليست بعيدة عنا وليست محجوبة عنا، بل هي مبذولة، والله تعالى قد فتح أبوابه وعانى عباده على الإقبال عليه، ومن رحمته أن قذف في القلوب الداعي للإقبال، يا باغي الخير أقبل، وألقى في القلوب داع يحجزك عن الشر، يا باغي الشر أقصر. هذا في الشهر كله، وفي العشر منها على وجه الخصوص الداعي ينشط والحاجز يقوى لكثرة الهبات والعطايا والخيرات في هذه الليالي. فلنتعرض لفضل الله ونحن في بقعة مباركة يتمناها ملايين من الناس. اليوم يحدثني شخص، هذا ماء زمزم بين أيدينا، يحدثني شخص يقول كان معي قارورة من خارج البلاد، معي قارورة زمزم وضاعت مني، فسألت الذي ضاعت عنده قلت أوجدتها؟ قال أنا لو وجدتها أعطيك $1,000 ولا أبذلها لك، قارورة وهي بين أيدينا ولله الحمد. فنحن في منة عظيمة، وهذه المنة تستوجب شكر وثناء على الله ومعرفة قدر هذه النعمة التي تفضل بها على من أفاض عليه بأن يسر له بلوغ هذا الموقع المبارك وهذا البلد الحرام، وكذلك في سائر الدنيا. فضل الله ليس محجوزا ولا محجورا على هؤلاء، كم من شخص في رأس جبل أو في بطن واد يمكن يكون أقرب إلى الله ممن هو عند الكعبة. فليس المكان موجب للعطاء بذاته إلا أن يقبل العبد، لكن من فضل الله أن ييسر له المجيء إلى مثل هذه البقاع، فليكن قلبه معظما لهذه البقعة، قائما بشكر الله على هذه النعمة، معظما الحرمة التي هو فيها حرمة الزمان، فهذا شهر مبارك. وأعظم من حرمة الزمان حرمة المكان، وهو حرمة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله
يوم خلق السماوات والأرض، تحريمها ليس طارئا ولم يكن بسن أحد من الخلق، بل كما قال الله تعالى إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، يعني مو شيء تواضع عليه الناس واتفقوا عليه، بل تحريمها من رب العالمين جل في علاه. فيحفظ الإنسان هذه الحرمات التي يسرها الله تعالى له، ويغتنم الفرصة في التقرب إلى الله بألوان الطاعات. وليعلم يا أخوان أن السير إلى الله سير القلوب، ففتش عن قلبك، لا يكن بدنك السائر وقلبك بعيد عن الله، لا يكن قلبك سائرا إلى الله، لا يكن بدنك سائرا إلى الله وقلبك قد تفرقت به الاهتمامات. السير إلى الله سير القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فتشوا عن قلوبكم في صلاتكم، في صيامكم، في تلاوتكم للقرآن، وفي سائر عباداتكم وقرباتكم. وما كان الاعتكاف مشروعا إلا ليجتمع القلب على طاعة الله والإقبال عليه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا في طاعتك هذا الجلال والإكرام، اللهم عنا على قيام ليلة القدر يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأعظم لنا فيها الأجر يا حي يا قيوم، وفقنا فيها لصالح العمل، أحي قلوبنا بطاعتك واعمرها بمحبتك، واجعلنا من أخص عبادك وأوفرهم نصيبا من فضلك وعطائك وإحسانك. اللهم أعنا على الصيام إيمانا واحتسابا والقيام إيمانا واحتسابا، واغفر لنا الخطأ والزلل يا ذا الجلال والإكرام، لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. احفظ بلاد الحرمين من كل سوء وشر، ووفق ولاتها إلى ما تحب وترضى، واكتب مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين وادفع عنهم كل فتنة وشر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.